السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمصنع جديد لإنتاج قطع الغيار السيارات والمركبات، واللي يقع في المنطقة الصناعية الجديدة التي تطورت كثير في منطقة القليعة. إذن بدون إطالة خليكم تابعوا هذا التقرير الرائع عن هذا المركب الجديد لإنتاج القطع الغيار نتاع السيارات والمركبات. هذا المصنع الجديد واللي أكيد سوف يدعم القاعدة الصناعية تاع المناولة في ميدان تركيب وصناعة السيارات في الجزائر. ويعني بدون إطالة خليكم تتابعوا هذا التقرير عن هذا الموضوع، والسلام عليكم. هذا المصنع المتخصص في إنتاج قطع غيار السيارات والشاحنات الواقع بالمنطقة الصناعية للقليعة بولاية تيبازا ثمرة فعلية للسياسة المنتهجة من طرف الدولة في رفع العراقيل وتذليل العقبات. هي شركة جديدة مختصة في تصنيع قطع غيار السيارات، خاصة بقطع غيار السوسبنسيون. مصنع قادر على تصنيع كل قطع غيار السيارات لكل العلامات الأوروبية الأسيوية والأمريكية منها. هذه الشركة تم مؤخرا منحها رخصة استغلال استثنائية في إطار السياسات والتعليمات السيد رئيس الجمهورية. من بين 22 مؤسسة أخرى تم منحها رخص استغلال استثنائية، وشركتين اثنين تم الموافقة على منحها رخص استغلال استثنائية، راهي في طور التحضير لدى مصالح مديرية البيئة. دخل المصنع مؤخرا في مرحلة الإنتاج بقدرة إنتاجية تقدر ب 30,000 قطعة بجهود وكفاءات شابة تخرجت من الجامعات والمعاهد الجزائرية. المصنع يشغل حوالي 200 عامل، وهذا تدريجيا. على كل حال احنا بدينا من مرحلة التركيب فيها تقريبا 25 الى 30 عامل. Je suis diplômée en ingénieur d'état de l'environnement من جامعة هواري بومدين باب الزوار. خرجت سنة 2022، دونك جو مي كونسيدير كوم نوفو ديبلومي. الما اوفير هاد لو بوست وعاونتني بزاف دون ما كارير. مهندس دولة في تخصص هندسة ميكانيكية، نشغل منصب رئيس ورشة في المصنع، والمصنع هذا بديت فيه منذ انطلاقة تاعو. واش قرينا في المركز رانا لقيناه هنايا، الحمد لله يا ربي. رانا بيان التخصص ديالنا الحمد لله. هذه مختلف الرخص راهي تغطي 22 مؤسسة تشغل ما يفوق 3200 منصب شغل. تكثيف الجهود والعمل ضمن استراتيجية تمكن المستثمرين من تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع، من شأنه تسريع التنمية المحلية وإنعاش الاقتصاد الوطني.